نظمت جمعية كفاءات لتنمية شاملة يوم السبت 8 يوليو 2023 قافلة طبية متعددة التخصصات بشراكة مع المجلس القروي لجامعة سيدي بدهاج وبدعم من المندوبية الإقليمية للصحة، ولكن أيضا بشراكة مع عدد من الجمعيات كجمعية البلسم وبعض الفاعلين المدنيين الشباب بالجامعة اللي كان عندهم أيضا دور في تنظيم هذه القافلة اللي كانت فيها عدد من التخصصات الطب العام، الأمراض القلب والشرايين، كان أمراض النساء والتوليد، وكان أيضا تشخيص ديال المرض السرطان ديال الثدي وعنق الرحيم، طب الأسنان وطب العيون أيضا. ومنذ الساعات الأولى ليوم السبت تقريبا ابتداء من الساعة 6 صباحا حج عدد كبير من المواطنات والمواطنين إلى مقر الحملة التي اللي كانت في مجموعة مدارس سيدي بدهاج، واللي تحولت فيها الأقسام إلى مركز للفحوصات. يعني منذ الساعات الأولى لصباح يوم السبت حج المواطنين والمواطنات من كل الفئات العمرية نساء ورجالا وأطفالا وشيوخ إلى مقر القافلة للاستفادة من الخدمات الصحية اللي وفرتها القافلة. ويمكن نقول لكم بدون مبالغة أنه ما يزيد عن 600 شخص استفادوا من هذه الفحوصات، وعدد كبير منهم استفادوا من عدة فحوصات. يعني كيدير مثلا كيدوز الطب العام، وكيدوز أيضا الأمراض العيون، وربما أيضا الأمراض ديال الأسنان. دونك ملي كيجي مواطن كيستافد من جميع العلاجات اللي كيكون محتاج ليها، وحاولنا قدر الإمكان أننا نجاوبوا على الحاجيات. يعني في التخصصات المتوفرة كلها استجبنا لمجموع الطلبات، يعني العدد المسجل كله ديال المواطنات والمواطنين استفدوا من الخدمات. كان استثناء واحد هو طب العيون، كان طلب كبير جدا، والطاقم الطبي المتوفر ما كانش كبير بزاف، دونك استطعنا أننا ناخدوا 200 حالة، والحالات الأخرى ما تمكنناش أننا نجاوبوا عليها، واللي تيفوق العدد ديالها 300 حالة. وهناك إرادة صادقة لدى الجمعية مع شركائها المحليين أنه تنظم في القريب العاجل قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بس تجاوب مع المطالب وانتظارات المواطنين. اللي ممكن نقول هي أنه القافلة مرت في ظروف جيدة من حيث التنظيم، وهي مناسبة للتنويه بالانتظام والالتزام ديال المواطنات والمواطنين بقواعد النظام اللي دارها الطاقم المشرف على تنظيم هذه القافلة. كان حسن تجاوب، وكانت الخيمات المنصوبة لاستقبال المواطنين كانت واحد الفضاء تم من خلاله أيضا القيام بحملة تحسيسية حول أهمية نظام التغذية في الوقاية من الأمراض، شرف عليها متخصص في نظام التغذية. وكيمكننا أيضا نسجلوا بفخر كبير المساهمة ديال الشباب ديال الجماعة ديال سيدي بدهاج في ضمان ظروف جيدة لمرور هذه القافلة. فكانوا واقفين على التنظيم وكانوا كيرافقوا المواطنين بدءا من محطة الاستقبال إلى محطة الفرز، ثم مرورا بالفحوصات، ثم المرور إلى الصيدلية للاستفادة من الأدوية المتوفرة، وكيمشيوا معهم حتى كيعاودوا يخرجوهم. كانت هذه واحد الطريقة اللي مكنتنا من أننا نستوعبوا بما يكفي من الدقة الزخم ديال الناس اللي كان. فكانت محطة ناجحة بكل المقاييس بفضل انخراط الجميع، ولحظة جميلة للتضامن في أبهى حلله.